إذا قبل موضوع الطبخ يجب أن نعرف كيف نتحدث إلى اللاعبين. نضغط على يمين الموس ثم بريفت شات كي ترسل له رسالة مباشرة لا إلى اللاعب من هنا أيضا. ثم هنا أيضا لدينا في الدردشة تضغط عليه. إذا كان الكتاب باللون الأبيض فقط الذين من حولك سيرون يعني الرسالة. ثم هنا المحادثة العالمية، يجب أن يكون مستواك متقدم لتتحدث في المحادثة العالمية أيضا هنا. وفي نفس الشيء في محادثة سكول يعني المدرسة، يجب أن يكون مستواك متقدم قليلا تستطيع أن تتكلم مع يعني زملائك بالمدرسة. نفترض أنك تريد أن تبحث عن صديق، تضغط على هذه الأيقونة الزرقاء هي النافذة الاجتماعية يعني هنا لائحة أصدقائك. هنا بريفت شات لكي ترسل رسالة مباشرة إلى صديقك إذا كان مفتوح يعني. ثم سيرش يعني البحث عن اللاعب، تكتب اسمه هنا مثلا كي تضيفه إلى أصدقائك. مثلا نكتب اسم هذا اللاعب الذي بقربنا هنا، نكتب اسمه هنا هي. ثم نضغط هنا بحث وثم نضغط اد فريند كي نضيفه الى اصدقائنا. لدينا بلانك ليست واشياء اخرى هنا، متابعين يعني المتابعه وغير ذلك. ثم هنا نافذه الجلد يعني الكتيبه، نضغط هنا اقول لك مدن عندما التي توجد فيها هذه الكتيبه هكذا. ثم لدينا هذه المكان آخر، نافذة أخرى هي لائحة أصدقائك مقسمة إلى أسفل وغير ذلك. ثم القيام هنا بغرف الدردشة مع أصدقائك من هذه النافذة. إذا لا أنسى تفعيل نافذة المغارة كما شرحنا سابقا. بعد ذلك لابد أن تكون في المدرسة ونقوم بالضغط على التي لنفتح نافذة التليبورت لنخرج من المدرسة ونذهب إلى المدينة الأساسية التي يعطونها لنا هنا في نافذة التليبورت. إذا تفتح نافذة التليبورت من هنا أو تضغط T، نقوم بتغيير الحساب اللباس، سأقوم بتغيير اللباس هنا. وبعد ذلك في التليبورت هذا إلى المدينة، ضغط التليبورت كونفيرم ويتم التنقل الآن مباشرة. إذا هنا مباشرة سوف ترى إذا ضغطت على C كلمة نوتريشن يعني الجوع، سوف نعرف كيف نقوم بملء تلك النوتريشن. إذا نذهب أولا لتعلم الطبخ، نفتح الخريطة ثم NPC سيرش ونبحث عن كوك يعني الطباخ أو شيف يعني الطباخ. إذا كما ترى هنا تتعلم يعني المهن باللعبة. سوف نبحث نحن عن كوك يعني الطباخ، هو موجود هنا. إذا نضغط عليه ويذهب إليه تلقائيا مباشرة، تلقائيا تذهب إلى مكان من الخريطة. إذا وضعت المؤشر عليه فهو يظهر هنا كوك يعني اسمه مباشرة يعني. فأذهب إليه الآن لتعلم الطبخ أولا، لنعرف كيف يعني تعرف كيف تطبخ الأرز، لأنه هو الوحيد يعني الأشياء التي تطبخها هي الوحيدة التي تسد الجوع للشخصية. أما الأشياء الأخرى فهي تزيد إما الدماء أو تزيد الدم الأزرق الخاص بالمهارة. نعم، إذا هذا هو الطباخ. إذا سوف نتعلم عنده الطبخ، نضغط عليه ونسلم كليك. بعد ذلك سوف نضغط ياس هنا كما شرحنا هنا بالكتابة. يس شيفو، شيفو هو المعلم. يس شيفون. ثم نفتح هذا المكان، لابد أن نقوم بهذه الأشياء هنا أيضا ونغلق. ثم مرة أخرى نفس النافذة وكذا، نتحدث معه مرة أخرى. نعم ونضغط هنا هكذا. إذا ظهر هذا يعني الضوء الأخضر يعني قد تعلمنا هنا. اذا هذه بعد ان تتعلم يعني بعد ان تتعلم المستوى في اللعبه تستطيع ان تلعب هذه اللعبه الطريفه اللعبه داخل اللعبه. اذا نضغط على ماي لايف هنا فتتغير الشاشه، تضغط هنا على السكين يعني الطبخ، فنرى هنا نافذه الطباخ هنا موجوده في هذا المكان كما ترى. إذا هذه هي نافذة يعني الطباخ أو لنقل لنسميها المطبخ يعني. إذا هنا يقول لك نحن نحتاج إلى ديو يعني الصحن ثم الأرز. الصحن يمكننا أن نشتري من عنده فقط، نضغط عليه ثم تريد ثم نشتري من عنده الصحن، هو اسمه ديو
داو، نشتري 10 أو 20 من سبعة ما نحتاج إليه. ممكن نشتري 20 أفضل شيء من هكذا. ثم يجب أن نشتري يعني فورمولا، يعني المقادير، مقادير الرايس فورمولا، يعني مقادير الأرز. تعطيك هذه الأشياء، من الأفضل أن تقوم بإدخال الكود، هكذا يقول لك تسجيل الكود من أجل حفظ يعني الأمن وغير ذلك. أنا بد أن تقوم بذلك وإلا لن ينجح يعني الشراء، عملية الشراء لن تنجح، لذلك لابد من القيام بهذه الأشياء لكي تقوم بأخذ المقادير، مقادير لطبخ الأرز. ثم رايس كورب، رايس كورب يعني الأرز، الآن نحتاج إلى الأرز. والآن كي يعني نأتي بالأرز يجب أن نتعلم الفلاحة، ندخل هنا مباشرة كي نتعلم الفلاحة ونذهب عند معلمين المهن، ضيف شيفو، ونبحث عن فارمر. إذا أنا لقد وجدته هنا، نذهب إلى الفارمر الآن يعني الفلاح كي نتعلم يعني مهارة الفلاحة. من هنا هذه الأجواء الرائعة جدا، هذه نعلم هذه القفزات الأسطورية، أحب تلك القفزات، وهذه هي الأجواء الصينية. ولا تنسى أنك تستطيع السباحة، وأيضا العمق يعني التعمق تحت المياه، ففي بعض الأحيان هناك بعض الأنهار يمكنك أن تجد الكنوز تحت يعني في بعض الأنهار، وهذا شيء رائع، يمكنك البحث عن الكنوز أيضا. ولا تنسى أن تتفقد البريد، يعني البريد يرسلون لك بعض الهدايا فتأخذها، هو يعني علامة البريد موجودة فوق يعني الشخصية، فوق نافذة الشخصية هنا، فوق علامة الشخصية يعني بالآلة. طبعا هذه الحركات تستعملها فقط بالمفاتيح. إذا هنا الفلاح، هنا سوف في المدينة التي أنا يعني المدينة الأساسية، الفلاح موجود هنا، سأتحدث هنا كما يعني فعلنا في المرة القادمة. إذا هنا ضغط يس شيفو وضغط هنا، أقوم بفعلا نفس يعني بنفس الطريقة هذه الأشياء، ثم أقوم بالرجوع تفقد هذه الأشياء، ضغط إغلاق، تحدث معه مرة أخرى هكذا مجددا. إذا حينما يظهر بهذا اللون الأخضر أتأكد أنه ليس لدي طلب آخر. جيد جدا، الآن نشتري البذور، وهي السيد، نضغط على السيد هي التي تهمك، نشتري البذور. المعول قد تحتاجه ولم يعطيه لك، لكنه يعطي لك المعول يعني مجانا. إذا سوف نبحث عن رايس سيد، هنا رايس سيد يعني بذور يعني الأرز، نشتري 20 بذرة مثلا، يعني مثلا 20، ممكن أن تشتري أكثر كي لا تجوع مرة أخرى. ثم نبحث، نفتح الخريطة، نبحث عن فارم لاند يعني أرض صالحة للزراعة، سوف تجدها هنا. إذا قمنا بتقريب الخريطة سوف نجد أرض صالحة للزراعة بالتقريب، تجده على شكل مدرجات، هي مدرجات موجودة تقريبا قرب المعلم مباشرة. سوف نذهب فقط من هنا يعني قرب المعلم مباشرة، وهذه هي، هذا هو المكان، البقعة المناسبة الزراعة، رغم أن فيها هذه اللصوص. المهم أنهم لا يهجمون عليك يعني تلقائيا، مادام لم تضرب أحد لن يضربك أحد. إذا ببساطة نقوم بفتح الحقيبة ونضغط على البذرة ويبدأ مباشرة عملية الفلاحة. يتم الآن عملية الزراعة مباشرة، وتتركها كي تنضج قليلا لبعض الدقائق، ربما دقيقتين فقط. والشراف هنا. والدنيا الدنيا ما بقاتش فيها البركة، والله ما بقات البركة، وشي تمسخ تشوف طاطا طاطا قداش ولا جميل كله. ولي لا 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 ضحكتيني، يعود الله هذه طاطا شوش وانا كنا خيزو كركبوا. ثم هنا تنتظر كي تنضج البذور،
كما ضربنا ننتظر قليلا لتنضج البذور. نعم نعم المزرعة السعيدة بالتأكيد. كما تلاحظ فالنباتات تكبر يعني شيئا فشيئا، انظر يعني تلقائيا تكبر، فقط تنتظر لبعض الدقائق وبعض الثواني أو الدقائق هكذا حتى تظهر باللون الأصفر. تنتظر حتى تكون باللون الأصفر يعني، انظر قليلا، ها هي الآن باللون الأصفر. نقوم الآن ب يعني الحصاد، عملية حصد الأرز كما ترى. نضغط الآن لوت آل يعني تجميع. إذا كان عليها الضوء الأزرق هذا يعني بأنها نبتة فاسدة للأسف، فليس كل نباتات يعني تنجح في هذا الأمر. إذا نقوم بجمع التي هي بهذا اللون الأصفر، نعم انظر كله يعني زراعة تعطيك 4 تقريبا. انظر فتحنا نافذة المطبخ لدينا الآن، ما يكفي لنقوم بالطبخ مباشرة. لا ننسى أن نقوم ب أن نأخذ هذه يعني المقادير، بعد ذلك يمكننا أن نطبخ مباشرة كما ترى. والآن يتم الطبخ. تختار هنا الكمية التي تريد أن تطبخها مباشرة حتى لا تقوم بتكرار العملية دائما. نضغط هنا كوك يعني طبخ مباشرة. الآن تقوم بالطبخ، شيء جميل جدا. أوه العرق، العرق سيكون لذيذا مع الأكل. ثم مهارة الطبخ هنا، يمكنك تضعها هنا. هنا لأشم رائحة الطبخ. رائحة جميلة. أهلا سيدة، تعطيني بعض الأرز من فضلك. أعلم أنني لست ولكن أحب الأرز. لن تعطيني؟ حسنا لا لقاء. إذا من هنا. إذن الأرز الذي أعددناه الآن سوف يزيد نسبة النوتريشن كما ترى هنا. ها هو الأرز الذي قمنا بإعداده، الآن تقوم بتناوله. انظر لقد ازدادت الآن قيمة الجوع لدينا بالشخصية، هذا شيء رائع. إذا حينما تظهر الرسالة بالأحمر هذا يعني بأنها يعني لم تعد تحب ذلك الطعام، فلا تضيع. وإلى لقاء إلى شرح آخر.